النهارده ان شاء الله زي ما بقول لحضراتكم عندنا اخبار سريعه جدا جدا، لكن كمان عايزين نشوف مع حضراتكم الصحف العالميه، الصحف العالميه قالت ايه في المحترف، لان زي ما بقول لك خلاص بدات عجله المونديال تدور، كل الناس بتتكلم عن الكاس العالم، وطبعا الصحف العالميه كمان يعني كلها تركيز على كاس العالم، بالرغم ان في بعض صحف خاصه الصحف الانجليزيه اتكلمت على ليله حزينه، ليله حزينه بالنسبه ل العاصمة لندن، بالنسبة للأرسنال وتشيلسي اللي كمان خرجوا من كأس رابطة الاتحاد الإنجليزي، كمان هنتكلم عن هذه المباريات، لكن خلينا الأول نروح نشوف الصحف العالمية قالت إيه في المحترف. نبدأ جولتنا في أخبار الكرة العالمية، أهم العناوين والصحف والمواقع الرياضية العالمية اللي قالت، ونشوف هنبدأ مع لاكازيتا دي السبورت الإيطالية. لاكازيتا السبورت الإيطالية ركزت على فوز الإنتر على بولونيا 6-1، واهتمت كمان بسوق الانتقالات الميلان، وكتبت الميلان يتخبط في سوق الانتقالات. اهتمت كمان بابتعاد نابولي بصدارة الدوري الإيطالي، وكتبت لم أرى مثل نابولي. نابولي طبعا بيأدي بشكل أكتر من رائع على مستوى طبعا السيريا الإيطالية. على مستوى فرنسا، جريدة ليكيب الفرنسية ركزت على قائمة المنتخب الفرنسي المشاركة بكأس العالم، وكتبت العودة إلى البرغاتية. ده طبعا لفظ كده صعب جدا، لكن الجملة ديت اللي هي تحقيق النتائج بيجي من التجربة وفرض الأمر الواقع، لأن كمان على مستوى التحدي الكبير اللي بيخش بيه المنتخب الفرنسي إلى كأس العالم 2022 كحامل اللقب، في انتقادات كثيرة جدا على ديشام المدير الفني، ولكن هو بيختار قائمة وبيتحدى بها الجميع. سريعا نروح لأسبانيا، صحيفة آس الأسبانية ركزت على لقاء ريال مدريد وقادش في الدوري الأسباني، وكتبت أنشيلوتي ضد كأس العالم. اهتمت الصحيفة كمان بهزيمة أتلتيكو مدريد أمام ريال مايوركا، وكتبت أتلتيكو مدريد يلمس القاع. الصحيفة كمان تحدثت عن رغبة جيرارد بيكي بترأس نادي برشلونة في المستقبل. لسه في أسبانيا، جريدة سبورت الأسبانية ركزت على فوز روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة بجائزة الحذاء الذهبي، وكتبت ذهب برشلونة. اهتمت كمان بلقاء ريال مدريد وقادش، وكتبت بنزيما يغيب مرة أخرى ولن يتواجد بمباراة قادش. لسه في أسبانيا مع جريدة ماركا الأسبانية، سلطت الضوء على تاني على ليفاندوفسكي وفوزه بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا عن الموسم الماضي. وعن لقاء ريال مدريد وقادش، كتبت ريال مدريد لا يرغب في الابتعاد عن برشلونة. دي كانت صحافة العالم والمواقع العالمية اتكلمت ازاي عن كأس العالم وعن الدوريات الأوروبية.